السلام عليكم، ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. مرحبا بكم في قناتي. اليوم جبت لكم وصفه تاع بسبوسه خفيفه وسريعه وتجي رطبه. تبعوا معايا الوصفه. الاول نبداو بالسيرو، طيبوه. نحتاجو في السيرو 2 كيسان سكر و3 كيسان ماء وشرائح تاع الليمون. اللي يحب البسبوسه حلوه يعمر الكاسه السكر حتى الفوق. انا عملت كأسين غير مملوئين، الكأس سعته 200 مليلتر. نبداو نحطو السكر في كاسرونة، نزيدو الشرائح تاع الليمون، نزيدو 3 كيسان ماء مملوئين. نحطوها فوق النار، النار تكون متوسطة، ونحركو هايدا حتى يذوب السكر. لما بدات تغلي الشربات نقصت الغاز، خليها 10 دقايق ونعاود نطفي الغاز عليها. الكأس اللي قيسنا به الشربات نعاود نقيسو به المقادير تاع البسبوسة. مقادير البسبوسة 2/3 كأس سكر، كأس رايب، كأس نواه كوكو او جوز الهند، كأس سميد رطب كامل سميد الناعم، كأس زيت، كأس فارينة، ساشي خمارة، قبصة تاع ملح، 2 حبات بيض، وزاز تاع البرتقال. سيرو لي نسقي به ولا الشربات طفيت عليه الغاز وراه يبرد. الفرن راه يسخن على 180 درجة. نبداو نحط السكر مع البيض ونخلطو على أقصى سرعة. اللي يحبها حلوة ينجم يزيد السكر. داب السكر نزيد الزيت بالتدريج. نزيد الرايب ولا الحليب، نزيد نواة كوكو او جوز الهند، فارينة، مع الفارينة نضيفو خميرة كيميائية. نزيدو قفصة تاع الملح، متنساوش دايما نضيفو قفصة تاع الملح للحلويات، هو يستخرج النكهة. ونزيدو السمن. نفرخها في المول. هذا المول قياس تاعو 29 سنتيم، تنجمو تعملو اصغر منه، راه مربع 29 على 29. ندخلها للفرن ونعاود نجيلكم. هذا وين خرجت البسبوسة من الفرن، حمرتها من تحت، عاود طفيت الغاز من تحت وحمرت لها وجهها. الشاربات راها باردة، نبدا نسقي فيها. نستناها تشرب ونعاود نزيد. كيما تشرب نعاود نزيد. هاد الشربات المقادير عطيتها لكم مضبوطة على حساب هاد البسبوسة، ما تجيكم لا شايط ولا ناقص.
نخليها تشرب، نعاود نزيد لها الباقي ونولي لكم. بما اني عملت في قلبها نواه كوكو، زينتها بشويه تاع نواه كوكو، خليها تبرد مليح عاد نقطعها. النصيحه اللي حبيت نعطيها لكم اليوم هي للبنات اللي يكونوا عاده مبتدئات، هذا يبداو يحبوا يطيبوا هذا لي موسكوتشو بسبوسه، كي تدخلوا البسبوسه للفرن ما تفتحوش عليها الفرن حتى يفوت 14-20 دقيقه حتى تشموا الريحه، باش البسبوسه ولا الكيك تاعكم ما يهبطلكمش، ما تجيش قلبها مدكن. وكي يكون عندنا هكذا بسبوسه لازم نكونوا شاعلين الفرن، وقبل ما نخلطوا المقادير تاع البسبوسه نكونوا موجدين الصحن اللي يدخل للفرن، على خاطر البسبوسه وكان تقعد غير شويه تنشف وما تجيش مليحه، السميد يشرب وما تجيش بنينه وتجي مدكنه. نتمنى نكون فدتكم بالنصيحه تاع اليوم، ما تنساوش تكثروا لي من اللايك الى عجبتكم النصيحه وعجبتكم الغلطه. هذه هي البسبوسه بعد ما قطعتها، تجي خفيفه وتجي مشربه وسريعه التحضير، فرمشة عين وجدتها. السيرو اللي طيبته جا هذاك هو، ما شاتليش وما كانش يخصها. جربوا الوصفه وكتبوا لي في الكومنتار وتكثروا لي من اللايك وتفعلوا الجرس اللي راه تحت الفيديو، الى فيديو اخر ان شاء الله في نفس التوقيت.